السلام عليكم، مرحبا بكم عندي فيديو جديد اللي هو فيديو استعراضي. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير من بعد ما ساليت الجليد بعد ديال البرد اللي شاركت معكم التطبيق ديالها. قلت نوريكم الشكل النهائي ديالها كيفاش طلعت ونتحدث عليها. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم هذا الموديل وما تبخلوش عليا بلي لايك. واذا كنتي اول مره كتزوري القناه ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس باش ديما توصلي الاعجاب ديالكم. اذا كما كتشوفوا معايا هنا عملت رنده الحموصه اللي عملت معكم التطبيق ديالها والقرميطه مجنب واستفيفه ايضا مجنب ديال النصف طوق. وهنايا الدوره ديال القب ايضا عملت له استفيفه كما كتلاحظوا معايا، دخلت له اللون الازرق ملك. هنايا الكمام ايضا عملت لهم استفيفه كما كتشوفوا معايا، استفيفه رقيقه على الشكل هذا. هنايا لقينا ثلاثه ديال الغرزات في الرنده في الكم كما كتشوفوا معايا. الجناب ايضا عملت لهم سفيفه. ها هو الشكل النهائي ديال هاد الجليبه. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا بلي لايك اذا عجبتكم الجليبه، وخليوا لي الراي ديالكم في التعاليق. تواصل معايا، انا غنخلي لكم الرابط ديال انستغرام في صندوق الوصف. اي استفسار ولا بغات تواصل معايا مرحبا، نخليكم نتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله.